الله يا شوف اهلا سيدة. اهلا يا ماما. اهلا يا ماما. شبك يا ماما؟ عم يجعك شيء؟ والله ما بعرف يا مرت عمي، بس ظهري عم يجعني من تنظيف بيت ابو خيرو. انت مخبيه شيء يا ماما؟ لا ايوه، شو بدي خبي؟ يعني انا عم بقول يمكن ها، والعلم عند الله انه تكوني حبله. عن حق يا مو. شو مرت اخي، في شي من هالحكي؟ ايه يا مو، هلا ببعتوا رداية ديبي خليها تجي تكشف عليكي. يا مرت عمي مشان الله، والله ما في شي، بعدين انا بعرف حالي اذا. لا ما بتعرفي تقبريني، ما بتعرفي. يو، من وين بده يجيني الحبال؟ ان شاء الله الف مبروك يا مرت اخي. ان شاء الله يا رب. يلا يلا. ها؟ اجا شغلة ان شاء الله الف مبروك. اهلين اخي، ان شاء الله الف مبروك. على شو؟ فهمية؟ شو في يحكوا؟ يا مو، بعت خبر ورداية ديبي خليها تجي لعنا على البيت بعد العصر، الله يرضى عليك. ليش يا مو؟ مشان شهيرة؟ لا مشان مرت عمي، مشان الله. لا يا مو، مشان عفاف. ليش شبه عفاف؟ الله أعلم، الله أعلم إنه عفاف حبلة. شو؟ والله ما في شي يا جماعة. وانت شو عرفك يا مو انها حبلي؟ يو، من صفنتها وحركتها ونفسها عم تلاقي، شو عرفني؟ مرت عمي. يلا يا مو حطونا الغدا. ايه على عيني تقبرني. يلا يا مو. يلا يا مو. شو قصتها هي؟ صدقت صندوق العجائب انه بيرجعها بنت 14 سنة يخرب بيتها لو تعرف حالها، مثل الضبعة طالعة. شافت خبزة. هي لهلأ ما اجوا. يا سميحة يا سميحة، نحن قلنا لك بجوز يجوا، ما قلنا لك اكيد رح يجوا. شو يعني؟ يعني إذا ما أجوا من هون لحتى نسافر كان بها. وإذا ما أجوا؟ إذا ما أجوا ساعتها بدنا نتكل على الله ونسافر. لا. شو يعني؟ يعني أنا ما بروح على الشام لحتى يرجعوا أهلي على الحارة. سميحة شو عم تحكي أنت؟ مثل ما قلت لك. وليش بقى؟ مشان الله يا خير، وفهم علي، أخي مات وأهلي راحوا برات الحارة، شلون بدي فوت على الحارة وهن مالهم هنيك؟ شلون؟ طيب يعني شو بدنا نساوي؟ نبقى هون. بس أهلي؟ أهلك خليهم يروحوا. مو انت قلت لي انه شغلك هون ماشي منيح؟ بلا. طيب ببقى انا وياك والولاد هون، وبس اهلي رجعوا على الحاره بنرجع انا وياك. يا سميحه يا سميحه، هذا الحكي ما بيوافق عليه ابي. يا اخي مستعد ابوس ايديه ورجليه بس يوافق. منين طلعوا لي فيها هي حبلي؟ اصلا منين بدها حبال؟ شاهر خير؟ مشان حكي أمك اليوم. بعرف. شو بتعرف؟ بعرف إنه أمي عم تستنى بالدقيقة لحتى يجينا ولد، وكل ما اشتلقت على شي غريب بتظن منك حالي. ايه مزبوط، وأنا اليوم كنت كتير تعبانة من تنظيف بيت أبو خير، هنيك كانت نفسي عم تلعي، ولما وصلنا على البيت كان ظهري كتير عم يجعني. وهلا شلون صرتي؟ احسن، صرت منيحه. ايه الحمد لله. هلا صحيح انت قايلتي لامي انه بدك تخطبي لي وتجوزيني؟ ايه ليش؟ شو فيها؟ ما فيها شيء، كتر خيرك. انت فضلت علي وعلى اولادي، وانا ما بنسى فضلك طول ما انا عايشه. ما في اسم الله الحكي، ما في اسم الله.
يا ترى هو زعلان ولا مبسوط؟ أكيد مبسوط. سعاد خانه مقربت رجعتها وشاغلت له باله. يا رب صبرني دخيلك. وليش لحتى ما توافق؟ بدها أحسن من أخي صفوان يعني؟ لك يا وفوة يا وفوة، شو بدك يعني اغصبها غصيبة عليه يعني؟ ايه وشو فيها؟ بعدين اختك رويدة مثل الزيتون ما بتحلق إلا بالرص. دخيلك. أو حيوة بعبدو. بعدين تقبرني؟ مفكر لما انت اجيت لعند اهلي مشان تخطبني اخذوا له رايي؟ ايوه فهمت عليكي، هلا فهمت عليكي، يعني قصدك انه انت ما كان بدك ياني؟ يو كيف لك عن عبوده؟ بس انا عم اقول اذا ما كان الي خاطر اني اتجوزك ماشي؟ فكرك اهلي كانوا رح يردوا علي؟ كانت البلاطن ردت علي قبل ما افتح تمي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لك ما هي المصيبة يا وفوة إنه وضاح ما عم يطلع من راسها لرويدة، معشش هون. ايه وحياة عينك وحياة عينك، بكرة لما بتتجوزوا لصفوان لحتى ينسيها وضاح وأبوه لوضاح وعيلة عيلته لوضاح. وها هيدا أني بكرة بتقول وفيقة قالت، بس أنت عطيها العين الحمرة تقبرني. وبكرة هي بعينها بتشوف لما بده يجيها أولاد من صفوان ويهنيها ويستتها ويدللها، رح تعرف إنه أنت كان بدك مصلحته وخايف عليها تقبرني. ايه فهمان علي؟ وفوة قومي طفي لنا هالفانوس لقلك. مو على عيني ابن عمي. ابو حميد خد وجيب هات لك شيرة طليني زبيب. ابو حميد خد وجيب هات لك شيرة طليني زبيب. ابو حميد مثل الديب ما بيشرب الا الحليب. وتدعم كمان فاهم. يا ابو حميد موت عجلاتي خلصتتن. ها شو هالحكي؟ والله ما ضل غير السيجارة. وبعدين ولا قبلين هات مصاري لنبعت مرعي يجيب لنا كم سيجارة. مصاري؟ يعني كم من حاسي بالدور؟ يعني عطيه 10-15 برغوت. يا لطيف يا لطيف 10-15 برغوت. لك ابو حميد هات التتون غالي غالي مو حي الله تتون. نحن فينا التتون كلياته لعيونكم برغيت القلط كلها. خمس برغيت 10 برغيت. لك هات حاجة تعد بانا بعدن على الطريق. لك يا حرق علي شفتو نافي لا تنسى تشلينا معك رطل هريسة. ابو حميد خد وجيب هات لك شيرة طليني زبيب. ابو حميد خد وجيب وهات لك شيرة طليني زبيب. لا عمي لا كلياتنا لازم نرجع مع بعض عشان بيبوس ايدك. الله يرضى عليك يا بنتي. عد عمي اتركي لي هذا الموضوع فكر فيه شوي شوي وان شاء الله بصير خير. لوين رايح يا عمي؟ على قدسي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يعينها ويصبرها، والله مصيبتها مو قليلة. اي والله. شو اختي؟ ان شاء الله بيتي استخارة وفكرتي؟ لا ما فكرت. يعني ما بدك تتجوزي؟ لا. مو على كيفك، بدك تتجوزي ورجلك فوق رقبتك. اخي روح جيب السكين وذبحني، بس جواز ما بدي اتجوز. رويدة ذبح ما حيذبحك، وبدك تتجوزي ان قلتي ايه وان قلتي لا. ما بدي اتجوز. ايه شو عليك؟ معناها راح بتعيشي هون ببيت اهلك ذليلة، الصبح بتفطري قتلة والمساء بتتعشي قتلة، مشان تعرفي ان الله حق. معلش اخي معلش، اذا كان هذا الثمن انا موافقة. يعني مو فارقة معك؟ لا. والله لا اذبحك، والله لا اذبحك، والله لا موتك، انا بورجيك، والله لا موتك. لا تقربي علي. عليا روحي جيبي لي 200 وضاح من صندوقي. شو بدك بال 200 هلا؟ بدي البسه، بدي البسه وانا عم موت. روحي جيبي لي اياه، جيبي لي اياه.